ايه رأيكم بقى في وجبة الفطار دي المشبعة الحارقة للدهون الفظيعة اللي يعني صحية جدا جدا وبتقلل الكوليسترول وبتخسسنا جدا جدا وبتشبعنا عشان ما نجوعش؟ عايزين تشوفوها؟ يلا بقى شوفوا الفيديو، ما تنسوش لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد في احلى وصفة مع منى. السلام عليكم جميعا، ازيكم؟ عاملين ايه في احلى وصفة مع منى؟ يلا بقى انا هفطر دلوقتي. صباح الخير عليكم، صباح الخير على كل الناس الحلوة اللي هي بتتابعني، وكل سنة وانتم طيبين. السنة الجديدة قربت، يا رب تبقى سنة سعيدة وكلها خير وسلام يا رب وحب بين الناس كلها. انا عايزة اقول لكم بقى ان طبعا بعد نتيجة التحليل والكوليسترول اللي طلع عالي دوت، وانا عندي وزن زيادة شوية لاني انا لسه عندي بيبي صغير، كنت والدة ده الوزن اللي هو بتاع الحمل، وطبعا ما نزلتوش لان انا كنت بخرف في الاكل بصراحة، باكل دهون وباكل حلويات واعمل حاجات واكلها ومش هاكل مثلا حتة كده من الكنافة ولا حتة من التورتة واسكت، لا كنت كان عندي ستريس فكنت باكل كتير بصراحة. طبق اهو بصوا غويط بياخد كمية كبيرة. هفطر بقى النهارده فطار سيريال، يعني فطار صحي بتاعنا النهارده اللي هو من السيريال والحبوب الكامله، وهوريكم انا مجهزه ايه وشاريه ايه والنهارده هفطر ايه. طيب انا ده حليب اهو خالي الدسم، هامله كده الطبق، بصوا الطبق كبير بياخد، يعني اصلا كميه الحليب اللي هي خالي الدسم دي بتشبع، يعني ساعات لما بكون جعانه بين الوجبات باخد كوبايه حليب خالي الدسم، مش مضره خالص لما يكون خالي الدسم، لكن كامل الدسم لا طبعا. انا ده هسخنه في الميكرويف او سخنوه لو ما عندكش ميكرويف اي حاجه، وهوريكم هعمل ايه. سخنت اهو الحليب، اللي عايزه ياكل الوجبه دي وجبه الفطار دي ساقع ياكلها ساقعه براحته، بس احنا عشان في الشتاء فانا ايه دفيته شويه. طيب انا عندي هنا لسه شوفوا من الحدث لسه عايزه افضيه في علبه، عندي هنا ده شوفان انا جبته، هحط شوفان. الشوفان بقى بيقلل السكر بيخسس، شوفان كامل الحبه بيبقى كده في بني يعني مش ابيض كده، لا ده الشوفان كامل الحبه بحط عادي زي ما انا عايزه، يعني بحط الشوفان اهو زي ما انا عايزه كده اهو بحيث اكل واشبع. وطبعا مش بس كده شوفان، ده لسه هنحط حاجات تانية. هحط ايه بقى يا منمن؟ هقطع عليه موزاية كده، ده الفطار دايما بتاعي لو فطار سيريال، يعني خليني اخدكم ايه واحدة واحدة في الوجبات الصحية واللي ايه للدايت كمان. اقطع عليه موزة كده، مش عايزة تضيعي وقتك بسكينة، هوب هوب قطعيها بايدك لو ما فيش وقت بسرعة كده، المهم ان الموزاية تتحط في الطبق وخلاص. ادي هي الموزة بتاعتي حطيتها. الموز ليه بقى؟ عشان يديني طاقة، لان طبعا كنا بناكل وبناكل كتير، فما ينفعش فطار كده ما فيهوش حاجة تدي طاقة للجسم. وكمان وعليها شوية زبيب، بصوا شوية زبيب قد ايه، قد كده بس، مش زبيب كتير، زبيب العنب المجفف او الزبيب ده مغذي جدا، ومش يعني الكالوريز بتاعته طالما بنستخدمه بشوية يعني حفنة مش اكتر على الفطار بيدي طاقة وبيبقى تحفة جدا. وكمان هنحط 10 اهو، انا بفتح الكيس اهو، 10 حبات من اللوز. اللوز بيسيح الدهون ومضاد حيوي ايه طبيعي. 1 2 3 4 5، لسه كمان ليا 5 6 7 8 9 10، خلاص وحطيت لوز. طيب ايه تاني احطه؟ تاني احط بقى الزعيم بتاع حرق الدهون الجبار اللي هي حط قرفة في الفطار بتاعي. انزل لي بقى كده بالقرفة، قرفة اي حطه زي ما انتوا عايزين، حوالي يعني ايه نص معلقة صغيرة، بتحرق الدهون، بتخسس البطن، بتنظف كمان البطن من اي حاجة. ادي هي القرفة بتاعتي اهو، وده طبق الفطار بتاعي. طيب في ناس تقول لي ده كده يعني هو سكره عامل ازاي ولا ايه؟ لا هي الحاجات دي سكرت اللي هو وحاجات طبيعية، الموز والزبيب، وبيشبع كبير والله يا جماعة بيشبع. عايزة تحطي تفاحة كمان حطي، قطعي تفاحة، من حقك كمان تحطي تفاحة، او من حقك لو عايز ياكل اكل صحي يحط تفاحة، والله بيشبع. بدل ما بنضرب الصبح يعني ده ايام انا يعني عيش 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 كتير، فطار وسمنة، بيض مقلي في السمنة، ونضرب بقى الزبدة بالمربى واللانشوهات، اوعى
مفيش لانشوهات، ده مش هيبقى على قائمة الفطار بتاعنا. اللانشوهات بجميع أنواعها والسوسيس والهوت دوج والحاجات دي انسى انسى، مفيش الحاجات دي احنا مش هنعملها خالص. الحاجات دي بتعمل كوليسترول ضار في الجسم ومش كويسة أصلا. احنا قلنا هنعمل أكل صحي وفطار صحي ودايت يخسس، وبرضه اللي مش هيخس برضه يفطر، ده يديله طاقة، ان ده الأكل الصحي. كلمة دايت دي مش يعني، ده نظام حياة، نظام حياة الواحد يمشي ايه، يمشي عليه وكذا. طب انت ما عندكيش شوفان، انا نجهز ايه برضو للاكل الصحي؟ بصوا ده البران، البران اللي هو زي بالحبة الكاملة، اسمه بران، بيتباع في اي حتة، على الأرفف بتاعة الكورن فليكس هتلاقي، والموسلي هتلاقي، ده بران بالحبة الايه الكاملة. كورن فليكس لا، يفضل البران اللي هو بالفول كورن او دقيق الحبة الكاملة، ده كالوري بتاعه قليل وبيشبع. برضو املي الطبق زي ده وكليه عادي بحليب برضو خالي الدسم، وحطوا برضو بنانة عليه، موزة، وحطوا عليه تفاح زي ما انتوا عايزين، من حقكم. وجبة مشبعة ومغذية على الفطار. طيب في ايه تاني برضو؟ ساعات بفطر لو ما فيش شوفان، ده بتاع من دكتور اوتكر ده، او من مش لازم يعني اي ماركة، بس انا حبيت بتاع دكتور اوتكر لان ما لقيتش فيه زيت النخيل. خلي بالكم لما تلاقوا كلمة بالم اويل زيت نخيل بلاش، بالم الاويل ده مش كويس، بيجيب اعوذ بالله سرطان، بلاش يعني. لقيت ده مش عامل فيه زيت نخيل، فده عبارة عن موسلي وعليه شوية مكسرات، موسلي محمص كده بس محمص في العسل مش سكر. ده برضو الموسلي دوت، تجيبوا موسلي، تجيبوا زي ما انا قلت لكم البران دوت، ده نوع من انواع الفطار دلوقتي، لان احنا هنعمل برضو انواع تانية. يعني مش هناكل طبعا كل يوم سيريال، لا هنغير برضو في حاجات تانية صحية، بس انا وريتكم بس نوع، اللي ما ينفعش في فيديو واحد احطه كله، هيبقى طويل قوي الفيديو. بس وتابعوا معايا ان شاء الله، عشان الصحة تبقى كويسة، اكل صحي وان شاء الله زي ما اتفقنا 2020 اكل صحي، اكل يكون دايت. واشوفكم الفيديو الجاي على خير، وكل سنة وانتم طيبين، مع السلامة.